أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في مساق اليوم، قضايا فقهية معاصرة، الدكتور محمد الأسطل. هذه المحاضرة هي الثامنة، الفصل الصيفي 2019-2020. عنوان المحاضرة: أثر تغير قيمة النقود في سداد الدين. الدين في اللغة هو القرض أو ثمن المبيع المؤجل. دين، سبب هذا الدين إما أن يكون قرض، إنسان أقرض آخر قرض دين، واستمر هذا الدين 10 أو 20 سنة فتغيرت قيمته. كان القرض هذا بيسوى مبلغ من المال، ثم بعد 20 عام فقد قيمته أو فقد نصف القيمة، أو القرض عبارة عن ثمن مبيع مؤجل. اشترى سيارة بدين مؤجل ثم لم يدفع هذا الثمن حتى فقد نصف قيمته. هنا السؤال: هل يأخذ صاحب الدين دينه بالعملة التي تم فيها المعاملة، أم بالقيمة أو ما يساويها من الذهب والفضة؟ نأتي إلى تعريف الدين ثم نبين حكم المسألة. الدين يطلق عند الفقهاء في الاصطلاح الفقهي على اعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار تعلق الدين، والاعتبار الثاني باعتبار المضمون. الدين باعتبار التعلق، هذا الدين يتعلق بالعين أو بالمال، والعين هو الشخص أو الشيء المعين كبيت وسيارة ودابة وما شابه ذلك، وهذا الدين هو ما يثبت في الذمة من غير أن يكون معينا مشخصا، سواء كان نقدا أم غير نقد. وأساس التمييز بين العين والدين أن الدين يكون في المال وفي غير المال، أما العين فلا يكون إلا في ذات الشيء. والفرق بينهما أن الدين يصح فيه الحوالة والمقاصة بخلاف العين. العين لا يصح إلا أن يرد الدين ذاته بعينه. كيف؟ العين كأن أخذ دابة ليعمل في الحقل ويردها زي وديعة، فعليه أن يردها بذاتها لا يردها بقيمتها. أخذ كتاب، عليه أن يرد الكتاب ذاته لا يرد قيمته، أنا شو بدي في قيمته، أنا بدي الكتاب نفسه. أما المال فيجوز فيه الحوالة ويجوز فيه المقاصة ويكون بالمثل. أما باعتبار المضمون، الدين باعتبار المضمون والمحتوى، فقد استعمله الفقهاء بمعنيين، أحدهما أعم من الآخر. الأول الدين بالمعنى العام. الدين بمعنى العام هو يشمل كل ما يثبت في ذمة الإنسان من أموال أيا كان سببها. دين ثبت في الذمة أموال أيا كان سببها، سببها قرض، سببها بيع، سببها منفعة إلى آخر من هذه الأشياء، وسواء كانت حقوق مالية أو حقوق محضة
كالطاعات من صلاة وصيام فهو دين، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها حج، أفأحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ لو كان على أمك دين أنت بتقضي؟ قالت: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقضاء الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء. يعني هذا الحج يعتبر دين في ذمتها. وبناء على هذا الاعتبار فلا يشترط في الدين أن يكون مالا، هذا بالمعنى العام، الدين بمعنى العام لا يشترط أن يكون مالا، فقد يكون مالا نتيجة بيع أو دين أو قرض أو منفعة أو إتلاف مبيع أو إتلاف أموال وما شابه ذلك أو غيره. ولذلك قالوا في تعريف المال، تعريف الدين بالمعنى العام، هو وصف شرعي ثبت في الذمة يظهر أثره عند المطالبة عندما يطالب بحقه. وقد جرى استعمال الفقهاء هذا اللفظ الدين بالمعنى العام. أما الدين بالمعنى الخاص فهو الدين الذي يتعلق بالأموال فقط، وهذا عند جمهور الفقهاء، وعرفوه الدين بالمعنى الخاص بأنه ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته، فتدخل فيه الديون المالية كما ذكرنا من قروض مالية أو ثمن مبيع أو منفعة. وما ثبت في حق الله عز وجل غير داخل في ذلك، خرج بذلك الصلاة وقضاء الصيام وما شابه ذلك. وقسم الفقهاء الدين باعتبار وقته، وقت الأداء، إلى قسمين: دين حال ودين مؤجل. الدين الحال وهو ما وجب أداؤه حين الطلب، حل، وهنا طالب بحقه، فهنا تصح فيه المخاصمة أمام القضاء إذا لم يسد الدين. أما الدين المؤجل فلا يجب أداؤه قبل حلول الأجل، حتى لو كان معايا فلوس، إله دين علي، وسداد الدين مثلا في 30/8 واليوم مثلا 10، لا يجب علي سداده اليوم، يحل في 30/8 مثلا. إذن الدين المؤجل لا يجب أداؤه قبل حلول الأجل، ولا تصح المطالبة به إلا عند حلول الأجل، لكن يجوز للمدين أن يعجل الأداء. علي الدين، أنا بديش أنتظر لآخر الشهر، أذهب إلى الدين أقول خذ ما علي من دين، كل مالك، ويسقط عنه الأجل. وليس في هذه الحالة للدائن أن يمتنع عن أخذ هذا الدين، حقك خذه، إلا إذا كان في أخذه ضرر يلحق بهذا المال، فهنا يطالبه بالأجل. وهذا الدين المؤجل قد يكون مقسما على أقساط، مقسم في كل شهر قسط، يحل أجله، وعند ذلك يجب الوفاء بكل قسط عندما يحل أجله، ولا يجبر المدين على أدائه قبل حلول الأجل. الآن نأتي إلى تغير قيمة الذهب والفضة في سداد الدين. يمتاز الذهب والفضة عن الأوراق النقدية بالاستقرار النسبي في قيمته، وهذا السبب راجع إلى أن الذهب والفضة معدن نفيس
راجع إلى ذاته. وهذا التعامل قديما كان بالذهب والفضة، يبيعون ويشترون ويكون القرض بالذهب والفضة، والحقوق والالتزامات كانت بها، وعلى ذلك فسعر الذهب مستقر تقريبا ولم يتغير منذ زمن بعيد إلى هذا الزمان. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بكرة من الإبل ب400 درهم، قدر ال400 درهم اليوم ما يقارب ال2000 دينار أردني، يعني قرابة 10,000 شيكل أو أقل، ما بين 9 ل10,000 شيكل. اليوم البكرة من الإبل اللي مضى عليها 4 سنوات عمرها يشترونها بهذا السعر، قرابة 2000 دينار. إذن سعر بكرة الإبل من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهو حافظ قيمته بالعملة الذهبية. وعلى ذلك إذا كان هناك قرض دين بهذه النقود الذهب والفضة، فإن الدين الثابت في الذمة يوجب عليه أن يرده كما هو عند حلول الأجل في ذلك، لأنه لا يوجد لا زيادة ولا نقص، وإذا كان فيه زيادة أو نقص فهي طفيفة بسيطة لا تؤثر في القيمة الأساسية من الذهب والفضة. طيب، هذا بالنسبة للذهب والفضة. نأتي إلى الأوراق النقدية، الشيكل، الجنيه المصري، الريال وما شابه ذلك. هنا ما الحكم لو أنه أخذ قرضا أو دينا بهذه العملة ثم انخفضت قيمته، القيمة الورقية؟ وهذا لاحظناه مثلا في الدينار الكويتي عندما حدث وأن العراق دخلت الكويت وانهارت العملة، وكذلك في اليمن اليوم الدولار ب24,000 ريال يمني، وهكذا في انهيار. لو حدث أنه كان هناك دين، واحد أخذ قرضا ودينا في اليمن أو في الكويت أو لبنان أو ما شابه ذلك من عملتها انهارت، أخذ قرض بالعملة المحلية ثم بعد سنوات انهارت العملة أو انخفضت قيمتها، هل يردها بمثلها نفس العملة؟ أخذت منك 20,000 ريال أردهم 20,000 ولا أردهم بقيمتهم ذهبا؟ هنا اختلف العلماء على رأيين. الرأي الأول، ذهب فريق من العلماء المعاصرين منهم الدكتور علي السالوس والدكتور يوسف القرضاوي والدكتور حسام الدين عفانة إلى أنه يجب أن يؤدي الدين بمثله لا بقيمته، أن يرد الدين بمثله، أخذ 10,000 يردهم 10,000 لا بقيمته من الذهب في ذلك الوقت، سواء غلى أو رخص. ليه؟ قالوا لأن النقود الورقية تأخذ حكم الذهب والفضة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وقول أبي حنيفة والمشهور عند المالكية، وذهبوا إلى أن الديون ترد بالمثل ولا تعتبر الأحوال في التغير هذا مهما تغيرت. وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بهذا القول. طيب إيش أدلة هذا القول؟ استدل بأدلة ما يقرب من 5 أدلة. الدليل الأول أن النقود الورقية تأخذ أحكام الذهب والفضة وتقوم مقامها، فقديما كانوا يتعاملون بالذهب والفضة، واليوم أخذ الناس يتبادلون الأوراق النقدية بدلا من ذهب والفضة، العملة المحلية، بالبيع والشراء والقرض وما شابه ذلك.
والسلطات الحاكمة في هذه الدول اعتمدت هذه الأوراق النقدية، فأصبحت لها قوة الذهب والفضة في المعاملات المالية. الدليل الثاني أن السنة النبوية بيّنت أن الدين يؤدى بمثله، يرد بمثله لا بقيمته. والدليل على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم: لا تبيع الذهب بالذهب ولا تبيع الورق بالورق، والمقصود بالورق هنا الفضة، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا، يعني لا تزيدوا، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيع شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد. الحديث فيه روايات كثيرة في صحيح البخاري ومسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. هذا الدليل الثاني من السنة النبوية. الدليل الثالث: القول برد المثل ليس فيه جهالة، أما الرد بالقيمة ففيه جهالة. يعني عندما نقول أنا أخذت قرض 1000 ريال أرده 1000 ريال، إذن هنا متفق عليه وما فيش فيه جهالة، معروف 1000 ريال سعودي أو يمن أو غيره، أو 1000 دينار كويت أو غيره. لكن الرد بالقيمة فيه جهالة، هذا المدين حيحسب يقول لك أنا والله ما عارف هو بده يطالبني بالريال ولا يطالبني بقيمته من الذهب. وكذلك الدائن لا يدري هل يطالب بالقيمة، بقيمته ذهبا في حين القرض، أم يطالب بمثل ما أخذ، فيكون هناك خوف وتردد. وفي هذه الحالة يكون الرد بالمثل أسلم. رابعا: القرض قالوا هو عقد إرفاق له ثوابه وجزاؤه من عند الله سبحانه وتعالى. يعني الواحد بدي قرض، طب ليه؟ قال هو يريد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وما دام يريد الأجر والثواب إذن قد ينتهي هذا القرض بالتصدق على المدين ويسامحه فيها، لأنه يريد الأجر والثواب من الله. لكن إن اتجهت الأنظار إنه المدين يرد هذا الدين بقيمته ذهبا، فبتكون هنا مشكلة لمن أخذ القرض. خامسا: النقود الورقية تقوم مقام الذهب والفضة في جريان الربا، وهذا باتفاق الفقهاء. زي ما الربا يكون في الذهب والفضة أيضا يكون في الأوراق النقدية. فإذا أقرض شخص 1000 دينار على أن يردها 1200 دينار، هذا ربا، وهذا باتفاق العلماء. وما دام أن الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة في ذلك، إذن لا يجوز الزيادة، والأسلم أن يرد المثل لا القيمة. ورد القرض بمثله لا بقيمته هو ما تسير عليه القوانين الوضعية في البلاد الإسلامية وغير البلاد الإسلامية، وهذا ما أخذت به القوانين الدولية. فالقروض الدولية ترد بمثلها لا بقيمتها. هذا بالنسبة للرأي الأول الذي يقول يرد الدين بمثله لا بقيمته من الذهب والفضة، وهذه أدلته. أما الرأي الثاني فذهب بعض المعاصرين منهم الشيخ مصطفى الزرقاء والدكتور محمد فتحي الدريني والدكتور علي القرداغي، ذهبوا إلى أنه في حال تغير قيمة النقود
فالحل العادل يكمن في توزيع الخسارة على طرفي العقد الدائن والمدين، يوزع الخسارة على الطرفين يتحملوها الاثنين، فلا يتحملها الدائن وحده ولا المدين وحده. وقد صرح محمد فتح الدريني أن هذا القول مستمد من فقه الحنفي، واستدل الشيخ مصطفى الزرقى على هذا الرأي بما يأتي. واحد، قال: قضاء الديون على أساس المثل عند انخفاض القيمة العملة فيه ضرر كبير على الدائن. عند انخفاض القيمة، أنا داينت وعندما نرد المثل فيه خسارة كبيرة، إن أنا داينت وكمان أخسر العملة أو نص قيمتها. اثنين، تكليف المدين بدفع الدين بالمثل أيضا هذا فيه إرهاق كبير عليه. إذن الحل العادل في هذه الحالة والإنصاف يكون أنه نوزع الخسارة على الاثنين الدائن والمدين. أربعة، الحل العادل إذن اعتماد أحكام نظرية الظروف الطارئة في القانون الوضعي، نظرية الظروف الطارئة في القانون الوضعي التي تقضي بتحميل الخسارة على طرفي العقد الدائن والمدين أو البائع والمشتري، فيحمل كل منهما نصف الفرق. والرأي الراجح هو الرأي الأول القائل بوجوب سداد المثل لا بالقيمة عملا بالنص. الآثار المترتبة على تغير قيمة النقود يؤدي إلى الإضرار بمصلحة المجتمع الكلية، يؤدي بالإخلال بقضية الملكية الخاصة، يؤدي إلى ظهور ظاهرة المبدأ الرأسمالي التقليدي، وهو وجود المال في يد فئة قليلة من الناس، يؤدي إلى التأثير السلبي على أصحاب الدخل الثابت والمتغير، يؤدي إلى تغير في سلوك الأفراد إلى الأسوأ. دور الدولة الإسلامية في تثبيت هذه دور الدولة الإسلامية في تثبيت قيمة النقود، هناك ثلاث طرق. أولا، السياسة النقدية بمبدأ توازن بين نسبة الزيادة والحجم الناتج القومي. اثنين، السياسة المالية تقوم على الإنفاق العام كمحور ارتكاز للدولة، ويجوز للدولة أن تلجأ إلى الضرائب أو تقديم الزكاة وما شابه ذلك. جيم، سياسة الأجور وهي ربط الأجور بالإنتاج، وهذا يحقق العدالة لجميع الأطراف، ومن ثم استقرار قيمة النقود. وبذلك انتهينا من محاضرة اليوم. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.